السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. مملكة البحرين تقدم تقريرها الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وزارة التربية والتعليم تفتح باب التسجيل للطلبة المستجدين من مواليد شهر نوفمبر 2012. مدينة شباب 2030 تستحدث مركزاً تدريبياً استشارياً يقدم خدمات استشارية وبرامج تأهيلية للمشاركين. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. قدمت مملكة البحرين تقريرها الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويمثل تقرير المملكة الأول انعكاساً لجهودها في الدفع بالجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة وما سجلته من مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية المختلفة. مملكة البحرين تقريرها الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 انعكاسا لجهود المملكة في الدفع بالجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة وما سجلته من مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية المختلفة. يمثل تقديم مملكة البحرين تقريرها الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 انعكاساً لجهود المملكة في الدفع بالجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة وما سجلته من مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية المختلفة. كما يشكل التقرير الوطني الطوعي فرصة لتقديم البحرين كنموذج عالمي يخدم المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. استعرض التقرير الوطني الطوعي الأول المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. تفخر البحرين بتحقيق العديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة وفي مجال الأهداف الإنمائية للألفية، مستشرفة المستقبل من خلال وضع الترتيبات المؤسسية اللازمة وإدماج الأهداف الأممية بخطط وبرامج الحكومة والنهوض بقطاعات المرأة والشباب والتعليم وتكافؤ الفرص. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستفتح الباب لتسجيل الطلبة المستجدين من مواليد شهر نوفمبر 2012 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 من يوليو ولغاية الأربعاء 25 من يوليو 2018 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، وذلك بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى. وأكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أنه في سبيل استيعاب هؤلاء الأبناء الطلبة ستعمل الوزارة على إضافة عدد من الصفوف المتنقلة في بعض المدارس الابتدائية، وذلك مع تعزيز مواردها البشرية وتجهيزاتها بما يضمن عدم تأثير الزيادة في أعداد الطلبة على معيار الكثافة الصفية المعتمد من قبل الوزارة. وأوضح الوزير أنه في حال لم يحصل الطالب على مقعد بالمدرسة التابعة لمجمعه السكني وفقاً للشواغر المتوافرة فإن الوزارة ستطرح له البدائل في المدارس الأخرى القريبة في حال رغب ولي الأمر في إلحاق ابنه في التعليم خلال العام الدراسي المقبل. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك أستاذة نوال. مرحبا بكم بجميع المشاهد. بداية، ما هي جهود وزارة التربية والتعليم لاستيعاب مواليد شهر نوفمبر 2012؟ نعم، مثل ما ذكرت تم اليوم الإعلان عن فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين من مواليد نوفمبر 2012، وهذا ما أكد عليه وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي. وزارة التربية والتعليم أعلنت سابقا أنه سيتم قبول هؤلاء الطلبة بعد دراسة الشواغر الموجودة بحيث ما يأثر على مستوى التعليم.
نعم. طبعا الوزاره سابقا ايضا سجلت مواليد سبتمبر واكتوبر بعد ما تم الانتهاء من المواليد الى شهر اغسطس. نعم. لدراسه المشوق المتبقيه قامت الوزاره بدراسه الاعداد، وتم الاخذ بالاعتبار الطاقه الاستيعابيه في كل مدرسه. نعم. وايضا المدارس المجاوره لها. بعض المدارس كان هناك فيها طاقه استيعابيه وهناك عدد من الشواغر. بعض المدارس لم يكن فيها هذا العدد، فتم توفير الفصول المتنقله الاضافيه. وايضا تم مراعاه توفير الموارد البشريه للمعلمين، وسيتم توفير الكتب الدراسيه لهؤلاء الطلبه. بعض المدارس لا يوجد فيها شواغر، في حال وجود المساحه يتم توفير الفصول الاضافيه. لكن هناك عدد محدود من المدارس الذي لا يوجد فيه هذا الشاغر في المساحة، فسيتم هو اللجوء إلى المدارس القريبة. ومثل ما أعلنتم دعت وزارة التربية والتعليم أو الأمور للحضور مع أبنائهم إلى مقر التسجيل، وذلك طلعت وزارة التربية والتعليم الأسبوع القادم، فإن شاء الله راح يتم تسجيل مواليد نوفمبر أسوتر لبقية الطلبة تم تسجيلهم سابقا. نعم. نعم الأستاذة نوال الخاطر الوكيلة المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم، شكرا لك. نفت وزارة التربية والتعليم ما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود قائمة لمجموعة من المعلمين المعارين للعمل في الوزارة. وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أن هذه القائمة التي يتم ترويجها لا صحة لها مطلقا، وأنها مجرد فبركة لا علاقة لها بالواقع. وأكدت الإدارة بأن الوزارة تعكف حاليا على استكمال إجراءات توظيف البحرينيين المؤهلين لسد الشواغر بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأنها وفي جميع الأحوال لا تلجأ إلى التعاقد الخارجي إلا بعد استيفاء حاجتها من التوظيف المحلي وفي التخصصات التي لا يوجد فيها بحرينيون مستوفون لشروط التوظيف. كرمت وزارة شؤون الشباب والرياضة 7 مخترعين حصدوا 7 ميداليات متنوعة في المعرض الدولي 10 للاختراعات في الشرق الأوسط، والذي أقيمت فعالياته بدولة الكويت الشقيقة خلال شهر فبراير الماضي. يأتي هذا الإنجاز الذي حققه المخترعون الشباب في المعرض ليعكس مدى قدرة شباب البحرين من الجنسين على المنافسات في شتى المجالات. وأكدت الوزارة الوقوف إلى جانب المخترعين الشباب وتعمل بكل السبل لدعم المخترع البحريني لإبراز اختراعاته ودعمه وابتكار بيئة مثالية لهم لتنمية اختراعاتهم، فضلا عن السعي لإيجاد رواد من الشباب المبدع والمخترع في جميع المجالات، إذ أن المملكة لديها مجموعة متميزة من المخترعين القادرين على المنافسة العالمية ورفع اسم الوطن عاليا في مختلف المحافل الدولية. دشنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء باكورة خدماتها في مجال نقل المعرفة عبر تنفيذها برنامجا تدريبيا لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطبيقات الفضائية، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال. ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مجموعة من المبادرات التي تتبناها الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية الحالية لغرض بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء بشكل عام، سعيا من الهيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل من البيانات والصور الفضائية من خلال دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة للتعرف على آخر التقنيات في هذا المجال. دشن نادي أم الحسم الرياضي والثقافي بالتعاون مع المختبر التدريبي الإبداعي البرنامج التدريبي الشبابي الصيفي قمم، القائم على احتضان مواهب الشباب المبدعين المبادرين. قمم قادة مبدعون مبادرون هو برنامج صيفي يقدمه نادي أم الحصم الرياضي الثقافي بالتعاون مع المختبر التدريبي الإبداعي في نسخته الأولى، والذي انطلق يوم أمس الأثنين 16 يوليو ويستمر لغاية 5 سبتمبر. ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب وإكسابهم المهارات القيادية والقدرات الذاتية من خلال برنامج تدريبي
شامل يعزز التفكير الإبداعي ويساعد على تنمية طاقتهم وإمكانياتهم ليتمكنوا من تبني مبادراتهم الخاصة لخدمة المجتمع والانخراط في سوق العمل. في هذه الفترة رايح يكون البرنامج ليس فقط في الصيف، إنما يمتد إلى عام كامل، ومن خلاله يمر هذا الشاب في عدة مراحل. ينتهي المرحلة الأولى مع انتهاء الشهر 8 مع بداية العام الدراسي، يبدأ يتوقف هذا النشاط، ثم يستأنف مع المرحلة الثانية الذي يدخل وهو مرحلة الإعداد والتجهيز للمشاريع الذي هم يقومون بعملية تنفيذها. ويتكون البرنامج من 4 مراحل، وهي مرحلة التدريب والتكوين، مرحلة التنفيذ، مرحلة العرض، وأخيرا مرحلة التبني للمبادرات والمشروعات، وذلك لأهمية الشراكة المجتمعية المبنية على عنصر الاستدامة في الحقل التدريبي، سواء في موسم الصيف أو الربيع أو ما بينهما. إحنا كمختبر تدريب إبداعي كان شعارنا هو منصة لتبادل التجارب، وبدينا من تاريخ 9/9/2017، بدينا بأخذ تجارب موجودة على المجتمع وتدريبها لكي تعرض تجربتها، ولكن استعدادا حق الموسم الجديد إن شاء الله اللي بيبتدي في سبتمبر، قررنا أن احنا نكون شركاء في صنع تجارب. فقررنا أن احنا نشتغل على فئة الشباب خصوصا في المرحلة الصيفية. عملنا دراسة لواقع البرامج الصيفية اللي موجودة في الميدان، وجدنا أن هنا في كثير من البرامج اللي تعنى بالمواهب وتنتهي بنهاية البرنامج، ففكرنا أن احنا نعمل برنامج يستثمر لكي نوصل إلى هدفنا، التجربة اللي نبي نعرضها على الآخرين. ونسقت إدارة البرنامج بالتعاون مع الأمانة العامة بمجلس النواب للقيام بسلسلة من الزيارات الميدانية للفئات المستهدفة من الجنسين من سن 14 إلى 24 سنة، وذلك إلى مقر المجلس للإطلاع على سير العمل البرلماني بهدف إعداد جيل واع من الشباب منفتح على الثقافة البرلمانية وآليات العمل في المؤسسات الدستورية التي تمثل الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى. استحدثت مدينة شباب 2030 مركزا تدريبيا استشاريا يقدم خدمات استشارية وبرامج تأهيلية للمشاركين من عمر 9 إلى 29 سنة، كما خصصت 20% من وقت المشاركين لحضور هذه الدورات وورش العمل التي يقدمها المركز لتوجيه الجهود والمساعي ضمن مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الاستدامة، العدالة والتنافسية. وتقدم هذه الوحدة خدماتها ودوراتها التدريبية في مجالات عدة تتعلق بالوعي الذاتي والتفكير الإبداعي والقيادة، بالإضافة إلى تقديم نماذج لشخصيات رائدة في مجالات الإبداع والأعمال. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. انتهاء فترة حظر صيد الروبيان مطلع أغسطس والبدء بتطبيق قرار حظر صيد الكنعد بالشباك منتصف الشهر المقبل. أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية برنامج التطوير المهني المستمر لتدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات، ويهدف هذا البرنامج لتحسين كفاءة وفعالية السوق العقاري في مملكة البحرين ولزيادة الشفافية والثقة وتوفير الضمانات للمستثمرين. ويوفر البرنامج عدة مساقات تدريبية وأكاديمية، منها دبلوم العقارات والشهادة في الدورات العقارية المصممة خصيصا للوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات. طرحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 61 مناقصة خلال الربع الثاني من العام الحالي في كل من قطاع الطرق والصرف الصحي والمباني بتكلفة إجمالية تصل إلى 83 مليون دينار بحريني.
ومن أبرز المشاريع التي تم طرحها للمناقصة في القطاعات الثلاثة مشروع تطوير قرية سنابس، ومشروع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بمنطقة وادي السيل، ومشروع إنشاء مسرح حلبة البحرين الدولية، والمبنى الرئيسي لوزارة المواصلات والاتصالات، وإنشاء مبنى أكاديمي بمدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء منفذ جديد إلى المنطقة الصناعية والتجارية في سلمباد، موضحة بأن هذا الإجراء التحسيني يهدف للنهوض بشبكة الطرق في المملكة، وسيسهل انسياب الحركة المرورية أمام مستخدمي الطريق للوصول إلى منطقة غرب سلمباد. يشكل برنامج جليس المسن جزءا من مشاريع الجمعية البحرينية لتنمية المرأة التي تسعى من خلالها لتحقيق الريادة والتميز بأن تكون شريكا فاعلا للتنمية الشاملة للمجتمع، حيث يقوم البرنامج على أسس اقتصادية واجتماعية تعنى بإعداد الكوادر الوطنية المدربة لرعاية كبار السن. وقالت نادية الجار المدير الإداري للمشاريع التنموية في الجمعية إن البرنامج يهدف لتأهيل وتدريب 20 بحرينيا وبحرينية عاطلين عن العمل لمدة 6 أشهر. في هذه النسخة الثانية الآن سوف نقوم بتدريب 20 من الإناث والذكور. طبعا المتقدمين كان وايد عدد، فبالأمس كان 16/7 سوينا لهم امتحان باللغة الإنجليزية لفرزهم. طبعا لازم في اللي بيتقدم يجتاز اللغة الإنجليزية والمقابلات الشخصية بعد، يعني نحرص على هاي الشيء. والفئة العمرية من 25 إلى 35 سنة. إن شاء الله 2 سبتمبر بينطلق البرنامج في البدء أول شيء تحريري من العمل بكلية العلوم الصحية جامعة البحرين، ومن بعدها بصير عملي في أن نبعثهم في المراكز والبيوت. طبعا كل هذه هو في هناك اتفاقية تفاهمية بيننا وبين جامعة البحرين في تدريس هذا الشيء. الجامعة تقوم هي بتدريسهم وتخريجهم، وإحنا كجمعية شنو هو دورنا؟ دورنا في التمويل، دورنا في الإشراف. تنتهي فترة حظر صيد الروبيان مع نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بأن يسهم موسم صيد الروبيان في خفض أسعار الأسماك التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى، من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك وتداوله وبيعه بدءا من منتصف أغسطس وحتى 15 من أكتوبر القادم. وقال صيادون إن قرار الحظر يشمل صيد الكنعد بواسطة الغزل والشباك، وهذا ما يجعل تداول وبيع أسماك الكنعد محظورا. وتتابعونا في السادسة غدا. تجاوبا ومتابعة لما أسفرت عنه الزيارة الميدانية للجنة الأسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الصناعة والتجارة تضبط مخالفات مختلفة في السوق الشعبي. فيما يلي عرض لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات المملكة. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.